يعطيكم ألف عافية. وصفتنا لليوم رح تكون من ألذ وأشهى الأطباق. اليوم إن شاء الله رح نعمل مع بعض البركة التركية، وإن شاء الله رح نعملها بطريقة سهلة وبسيطة. رح نعملها بالفيديو هون بحشوة اللحمة، وإن شاء الله في الأيام الجاية رح أنزل أكثر من فيديو عن البرك. وصفة جدا مميزة، تابعوها معي وتعالوا نشوف طريقة العمل. في البداية هون رح أحضر لحشوة اللحمة. بالنسبة لحشوة اللحمة رح نحتاج كمية من الزيت النباتي، ورح نحتاج البصل. تقريبا أنا هون استخدمت حبتين كبار من البصل. منقلب البصل مع الزيت النباتي، وأول ما أشوف عندي البصل الذبل رح أحط البهارات. بالنسبة للبهارات اللي رح نحتاجها هون، أكيد رح نحتاج الملح، رح نحتاج معلقة صغيرة من البابريكا، بالإضافة إلى نص معلقة صغيرة من بودرة الثوم، ورح نحتاج الفلفل الأسود مع البهارات المشكلة. منقلبهم مع بعض، وبعديها رح أنزل اللحمة. بالنسبة للحمة هون تقريبا أنا استخدمت 600 جرام من المفروم البقري، وأكيد ممكن تستخدموا أي نوع لحمة أنتوا بدكم إياه. منقلب اللحمة مع البصل، وأول ما أشوف عندي اللحمة بلشت تستوي رح أعدل ملحتها مع الفلفل الأسود. بالنسبة للبهارات هون رح أكتفي بس بالبهارات اللي أنا حطيتها مع البصل. مع اللحمة هون رح أحط بس الملح والفلفل الأسود. رح نحتاج كمان هون الفلفل الرومي. تقريبا أنا هون استخدمت حبة من الفلفل الرومي الأخضر الحلو، هو مكون اختياري بس بيعطي نكهة كثير طيبة لحشوة اللحمة. بهيك عندي الحشوة صارت جاهزة، بحطها على جنب حتى تبرد، وبعدين هون رح أحضر للتشريبة. بالنسبة للتشريبة هون رح نحتاج كاسة من الحليب السائل، ورح نحتاج كمان السمنة. تقريبا هون أنا رح أستخدم نص كاس من السمنة السائلة. رح نحتاج كمان بيضتين، بالإضافة إلى نص معلقة صغيرة من الملح، وربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. رح أحكي شغلة مهمة بالنسبة للسمنة، أكيد ممكن تستبدلوها بالزيت النباتي أو الزبدة، بس كون الحشوة لحمة بتطلع نكهة السمنة أطيب مع اللحمة. التشريبة عندي جاهزة، هلا هون رح أورجيكم ورق الجلاش اللي أنا استخدمته. تقريبا عندي هون وزن العبوة 500 جرام. ورق الجلاش هو بيختلف من نوع لنوع، أنا هون رح أستخدم كل ثلاث ورقات مع بعض، طبعا لأنه عندي الورقة شوي سميكة. في ورق جلاش بيجي شوي ناعم، فاستخدموا أربع ورقات مع بعض. طبعا هون بناخذ كل ورقة بندهنها بالتشريب اللي احنا عملناها، ادهنوها كثير منيح. نرجع بنحط الورقة الثانية وبندهنها كمان، وبعدين هون بنحط الورقة الثالثة بندهنها. لازم تدهنوا منيح بين الطبقات. هلا هون رح أثني الطرف وأحط الحشوة. الأفضل هون إنها تكون معكم حشوة اللحم شوي باردة، وكونوا كريمين بالحشوة. هلا هون أنا رح أسكر شوي الأطراف على الجنب حتى تيجي على مقاس صينية عندي، وهو الأفضل إنكو تسكروا الأطراف حتى ما تطلع منها اللحمة. منلفها، ابدا ما بتغلبكم، بسرعه بتلف معكم، بس لفوها شوي شوي. اخر اشي هون على الطرف راح احط من التشريبه واسكرها. وقت لما تحطوها بالصينيه لازم يكون عندكم الطرف بالاسفل. هل هون بالنسبه للصينيه لازم تفرشوها بورق الزبده، وتقريبا العبوه الواحده عملت عندي اربع رولات. هاي النوعية اللي أنا استخدمتها زي ما حكيت لكم عملت عندي أربع رولات. هلا هون رح أستخدم عبوة ثانية حتى أكمل الصينية. مقدار اللحمة اللي إحنا استخدمناه لكل 500 جرام من الجلاش بيحتاج 600 جرام من اللحمة.
كونه هون أنا زدت 3 رولات كمان شوي زدت من اللحمة. لما أخلصهم بدهن الوجه بالتشريب اللي إحنا عملناها، طبعاً بتدهنوا قبل ما تقطعوها حتى تكون معكم طرية. هيك عندي جاهزة، هلا هون رح أقطعها، ولازم تقطعوها قبل ما تدخلوها الفرن. آخر إشي هون رح أشربها بالتشريبة اللي ظلت معي. طبعا هاي التشريبة هي بتعطي طراوة، وبنفس الوقت بيكون عندكم البراك تحسوها زي الكريسبي، مذاق جدا مميز بجد، من ألذ وأطيب أنواع البراك. أنا هون طبعا حطيت على الوجه سمسم أبيض ودخلت الفرن. بالنسبة للفرن هون دخلت على فرن درجة حرارته 180. أغلب الخبز عندي كان من تحت، ولازم تتأكدوا أنها تتحمر معاكم من تحت. وآخر إشي هون شغلت الشواية من فوق حتى تأخذ كلها نفس اللون. المدة تقريبا أخذت مني أكثر من 35 دقيقة، يعني هو من فرن لفرن بتختلف شوي. هيك عندي بعد ما طلعتها من الفرن بتركها شوي تبرد، وبعديها ببلش أقطع فيها. ما بتغلب أبدا بالتقطيع، وصفة جدا شهية ومميزة كمان، وطعم أكثر من لذيذ. إن شاء الله إنها عجبتكم، وإن شاء الله كمان إنه الفيديو عجبكم. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا لايك للفيديو لدعم الفيديو، ما تنسوا كمان الاشتراك بقناتي وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم جديد القناة، ويعطيكم ألف عافية.